في سياق متصل قال وزير الخارجية والتعاون الدولي نصر بوريطة في تصريح صحفي على هامش القمة إن موقف الاتحاد الأفريقي من نزاع الصحراء واضح ويؤكد الدعم الكامل للجهود الأممية بهذا الشأن. La conférence a réitéré la validité de la résolution adoptée. القمة جددت التأكيد على صلاحية القرار الذي تم اعتماده في القمة الإفريقية السابقة خلال شهر يوليوز الماضي. رئيس المفوضية أوضح أن هذا القرار يبقى ساري المفعول. هذا القرار للتذكير يدعو الاتحاد الإفريقي إلى دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للقضية. وهذا القرار يؤكد إذن أولوية الأمم المتحدة ويؤكد على الحل عبر المفاوضات دون النص على أي آلية أو مخطط ودون الإشارة إلى أي مقترح تسوية متجاوز ومرفوض من المجموعة الدولية.